قرية الغريف الإماراتية، أو القرية المهجورة، أو القرية المدفونة، أو قرية الجن والأشباح كما يطلق عليها، على بعد حوالي كيلومترين جنوب غرب منطقة المدام، على طول الطريق الواصل بين دبي وحتى، تقع بلدة صغيرة مهجورة تقشعر لها الأبدان. في هذه البلدة كانت تعيش قبيلة قضبي، وهي واحدة من القبائل الثلاث التي برزت في تلك الفترة وعاشت في ناحية المدام. ولسبب غريب غير معروف، حزم السكان حقائبهم وتركوها منذ أكثر من عقد مضى. وتقول الأساطير المحلية أن سبب الرحيل كان مخلوقات الجن الشريرة. وعلى الرغم من انتشار الأساطير عن كون الجن مخلوقات شريرة، إلى أن بعضها أيضا يتسم بصفات خيرة. ففي واحدة من أشهر الأساطير العربية الشعبية، التي كانت بعنوان علاء الدين والمصباح السحري، كان الجني الذي رافق علاء الدين من الأخيار، وهو الذي قضى على الساحر الشرير ومنحه من الثروات حتى عاش حياة الأمراء. لطالما ساد الاعتقاد بين القاطنين المحليين بأن هناك قوة غريبة في ناحية المدام، لكن في الواقع لم يتعدى الأمر أكثر من كونه عاصفة رملية هوجاء والتي اجتاحت المنطقة في تلك الفترة. تتألف البلدة من صفين من المنازل المتطابقة المشيدة بصورة جيدة، ومن مسجد يقع في نهاية الطريق. ويعتقد أنه جرى بناء هذه المنازل في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، وذلك كجزء من مشروع سكني في تلك الفترة. جدران المنازل متينة، والطلاء المستخدم لا يزال على حاله تقريبا رغم مرور أكثر من عقد من الزمن عليها مهجورة، إلى أن هذه المنازل لم تسلم من براثن الصحراء الزاحفة، فالغرف فيها ممتلئة بالرمال إلى منتصف المسافة بين الأرضية والسقف. يقول أحد السكان من منطقة الشعيب أن الرمال هناك لا ترحب بالسكان، ويتناقل الناس فيما بينهم أن شيئا ما موجود في قلب هذه الرمال، إنها تغزو المنازل. لا أحد يعلم إن كان ثمة قوة غيبية تحملها، أو أنها مجرد ظاهرة طبيعية. تبعد منطقة المدام حوالي 60 كيلومترا عن مدينة دبي، وحوالي 50 كيلومترا عن مدينة الشارقة، حيث يطلق عليها حاليا اسم قرية مدام القديمة، وهي الآن تعد مقصد للسياح ولمستخدمي تطبيق انستغرام. ولا تزال أطلال المنازل القديمة مرئية، باستثناء بعض المنازل التي غرقت بالكامل في بحر من الرمال، والتي تدفقت عبر النوافذ وغمرت الساحات وقطع الأثاث. وهناك دلائل تشير إلى أن السكان قد أخلوا القرية على عجل، مثل الأبواب المفتوحة على مصراعيها والأمتعة الشخصية المتناثرة. وقد أثارت تلك الأطلال العديد من الأساطير، والتي تفيد بأن قرية المدام مسكونة بالأشباح، أجبر سكانها على هجرها هربا من القوى الخارقة للطبيعة. فهل يا ترى ما سبب هجر سكان القرية لقريتهم ومنازلهم؟ هل كان فعلا بسبب الرمال، أم كان سبب غامض آخر؟ إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.